أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة قل لا
كذبا بكلماته.